الدكتورة إيمان قاسم باحثة تونسية في الطب عانقت حلمها في مجال ورغم إشعاعه عربيا وإفريقيا بقي بعيدا عن لعب دوره الحقيقي في التنمية. الدكتورة إيمان قاسم التي تحصلت على جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2021 عن بحثها الطبي حول الخصائص السريرية لتطور الأعراض العصبية لدى مرضى كوفيد باحثة يحدها أمل كغيرها من الباحثين الشبان في تغيير واقع البحث العلمي في تونس. الصحة العمومية ان جينيرال صحيح فما ظروف ماهيش باهية ساعات، ظروف قاسية ما نشوفوش كان البارتي هذيك الخايبة من فما معناتها سيت ريكونيسونس اني انت باش تعاون المريض نتاعك، اللي انت باش تساهم في العلم، باش تزيدك القطرة نتاعك في العلم هذا، الكل هذا شيء يشرفنا وما هو الا تشجيع وحافز باش نزيدوا نقدموا القدام. تشجيعات قد لا تخفي صعوبات كبيرة، فالمتأمل في وضع البحث العلمي في تونس وبالعودة إلى أهل الاختصاص يلاحظ ضعفا في التمويل العمومي والخاص وفي الإمكانيات اللوجستية، فضلا عن الجوانب الهيكلية والقانونية التي تحول دون أن يلعب البحث العلمي بوصفه قوة إنتاجية دوره في تحقيق الازدهار الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، وذلك رغم ما تزخر به البلاد من كفاءات علمية هاجر الآلاف منها بحثا عن واقع أفضل. الميزانية المخصصة للبحث العلمي هي ميزانية غير كافية وتتناقص من سنة إلى أخرى، يلزم إرادة لجعل البحث العلمي أولوية للتطور من الأولويات متاع الاقتصاد التونسي. واقع مر للأسف، ولكن شنو نعملوا له احنا؟ هذه لا سؤال شنو نعملوا؟ فما زوز حلول، فما اللي يهربوا يقول لك أنا ما نجمش نعيش في الواقع هذا، أنا عندي طموحات أخرى وعندي في الكذا، ويهربوا وأنا نشوفوا فيهم خارجين من البلاد بالآلاف. وما نكذبش عليكم، انا بدي الفكره هذه جاتني راهو البالي وجاني عروض، ما نجمتش خد بلادي. اما برشا برامج احنا داخلين فيهم راهو مع اوروبا ومع كذا، ونجموا ندخلوا منهم برشا فلوس. الاداره نتاعنا واللي بروسيدور ادمنستراتيف نتاعنا يبلوكتو نورمالمون. تو واحد يبدا يلوج في ابسط حاجه كيفاش سهل، عندك مشروع كيفاش سهل له، عندك باحث يحب يلقى حاجه عاونه. الباحثين والمهندسين التونسيين مطلوبين برشا في اسواق الشغل العالميه ومشهود لهم بالكفاءة، وهذا الفضل يرجع له للمنظومة التعليمية التونسية. ما نكذبش عليك ترددت، لكن بعد اقتنعت اللي فما راحة نفسية وفما إحساس بالانتماء ما تنجم تحس به كان في بلادك، هذاك اللي خلاني رجعت لتونس. الانفراستركتور والأهمية البحث العلمي، الأهمية اللي عاطينا البحث العلمي ماهيش كيف كيف بالنسبة لتونس والخارج. ويقدم المختصون في مجال البحث العلمي مقترحات وتصورات تبدو عاجلة لفتح باب أوسع أمام الباحثين للعمل بالمؤسسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص. لازمنا ناخذ قرارات باش نهيئوا أكثر المناخ ونسهلوا مثلا استعمال البيجي، نسهلوا العمليات باش تخلي الباحث يخدم في راحة، وهذا بالحق يلزموا معناتها سياسات جديده نحطوها، واحنا واعيين بالشيء هذايا، وتو على مستوى يعني الحكومه قاعدين نحكيوا فيه، وحتى استقطاب ارجاع الباحثين التونسيين تو اللي هما عايشين في الخارج. وفي انتظار ان تطلع منظومه البحث العلمي في تونس بدورها في التنميه الاقتصاديه والاندماج الاجتماعي، تبقى مساله توفير المناخ اللائق وتحفيز الباحث على الإبداع والتألق من أولويات المرحلة المقبلة.